الآلاف نزلوا إلى شوارع لندن رافعين شعار اللاجئون مرحب بهم، بدعوة من أكثر من 70 منظمة بريطانية ودولية. تظاهرة بدأت من وسط العاصمة مرورا بمكتب رئاسة الوزراء وانتهت في ميدان البرلمان المقابل لمجلس العموم البريطاني لمطالبة الحكومة البريطانية بالإفاء بتعهداتها تجاه اللاجئين. رسالتي هي أن حكومتنا في بريطانيا يجب أن تعمل أكثر من أجل دعم قضية اللاجئين. ما نراه الآن هو رفض من قبل الحكومة المشاركة في حوارات من أجل المشاركة بتحمل المسؤولية تجاه اللاجئين، وما تقدمه الحكومة من أجل اللاجئين ليس كافياً. لم تختلف نداءات المنظمات عن المواطنين الذين طالبوا باستقبال عدد أكبر من اللاجئين. رسالتي للحكومة ألا تتعامل مع الناس كأرقام أو تعاملهم كحشرات أو بناء حائط للفصل بيننا وبين اللاجئين. يجب على الحكومة التعامل معهم بإنسانية وأن ترحب بهم هنا. اللاجئون السوريون في بريطانيا أيضا شاركوا في هذه التظاهرة لتذكير العالم بقضيتهم. التذكير بأن اللي عم يصير بسوريا شيء عظيم كثير، يجب أن يتوقف، وإذا ما قدروا الانترناشونال كوميتي انه يقدر يوقفه لازم يحاول انه يستقبل اكبر قدر ممكن من اللاجئين. اسمه لاجئ ليش؟ انا لو كنت مأمن على اطفالي في بلادي ما بيجي لهون، اللي كان في اريتريا ما بيجي لهون، اللي في العراق ما بيجي لهون، لولا القتل، لولا الدمار، لو في حقوق بس للانسانيه ما حدا يقبل يهجر ويترك بلاده. الحكومة وعدت قبل عام باستقبال 20,000 لاجئ سوري بحلول عام 2020، لكنها حتى اللحظة لم تستقبل سوى أقل من 3,000 لاجئ. مع ارتفاع أصوات هؤلاء ترحيباً باللاجئين في العاصمة لندن، تتعالى أصوات أخرى مناهضة في باقي أنحاء البلاد، خاصة منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، ليترك خياراً صعباً لرئيسة الوزراء تيريزا مي في أحد أبرز الاختبارات الشعبية لها منذ وصولها لسدة الحكم. جياب أبو صفي، سكاي نيوز عربية، لندن.